وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان طهران إلى أن تكون بناءة في المحادثات التي ستجري في فيينا الثلاثاء المقبل لتحديد الإجراءات اللازمة من أجل عودتها الكاملة إلى الالتزام بالاتفاق النووي على حد قوله. وجاء ذلك في أعقاب محادثة هاتفية بين لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أوضح من جهته لاحقا أنه دعا فرنسا إلى احترام التزاماتها بموجب الاتفاق ولا توقفه عن الالتزام أو الالتزام بالعقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة كما قال. وحول هذا الموضوع دعونا مشاهدينا نتحدث مع مراسلنا، مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود. ياسر، صباح النور. صباح الأنوار هبة. ياسر، بداية ضعنا في صورة التصريحات الجديدة المرتبطة باجتماع فيينا المرتقب الثلاثاء المقبل. بداية، بالرغم من النظرة الإيجابية التي باتت تنظر طهران إلى الحراك الدبلوماسي الجاري بعد الاجتماع الذي جرى ما بين طهران وأطراف الاتفاق النووي يوم الجمعة عبر الشاشات الافتراضي، وصولا إلى الاتفاق على الثلاثاء المقبل في فيينا، الاجتماع الأهم والذي ربما سيضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق إلى العودة إلى الاتفاق النووي كما وصفه محمد جواد ظريف. ولكن هناك خطوط حمراء، هي ليست ربما باجتهاد الخارجية الإيرانية، إنما هي تعكس رؤية النظام الإيراني برمته. هذه الخطوط تقوم على أساسين، الأول منها هو أن لن يكون هناك لطهران أي لقاء مباشر مع واشنطن، بالإضافة إلى ذلك حتى لن يكون هناك تبادل للرسائل عبر وسطاء. سيكون هناك اجتماع ما بين طهران وأطراف الاتفاق النووي. على الجانب الآخر، تدرك طهران وكما قال أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أنه سيكون هناك أيضا اجتماع آخر يجمع واشنطن وأطراف الاتفاق النووي. النقطة الأخرى والخط الأحمر الذي تحدثت عنه الآخر هو ما يحدد مسير الدبلوماسية الإيرانية، والذي يقوم على رفض أي سياسة تقوم على أساس مبدأ الخطوة بخطوة. ما يعني أن تقوم واشنطن برفع جزء من العقوبات الأمريكية، في المقابل طهران تعود عن جزء من خطوات تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي. هذا أيضا مرفوض إيرانيا. طيب، يعني ولكن ياسر، هناك تناقض بالتصريحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الذهاب إلى محادثات غير مباشرة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني. كيف يقرأ هذا التناقض؟ يعني واشنطن تقول أنها ستشارك في هذه المحادثات، وإيران من جانبها تقول لن تدخل في محادثات إن كانت مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن. بالفعل هبة، هناك يعني ربما حتى العديد من اللغط شاب التحليلات هنا في الداخل الإيراني، ولكن كما ذكرت وهو يمكن الاستناد على الرواية الإيرانية الرسمية الأكثر تفصيلا، والتي جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، والذي أشار إلى أنه لن يكون هناك اجتماع مباشر، إنما يقف الاجتماع عند حدود لقاء طهران بأطراف الاتفاق النووي. على الجانب الآخر، سيكون هناك اجتماع ما بين الترويكا الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين مع الجانب الأمريكي. طهران تصر على أن تكون المفاوضات على هذه الشاكلة. لماذا هبة؟ لأنها تقول أن واشنطن عندما انسحبت من الاتفاق النووي في عهد الإدارة الأمريكية السابقة دونالد ترامب، وفي 2018 تحديدا عندما انسحبت لم تتفاوض مع أي طرف من أطراف الاتفاق النووي ولم تجري أي محادثات، إنما اتخذت القرار مباشرة وانسحبت، ومن ثم عادت بكل العقوبات وأشد مما كانت عليه في ما قبل توقيع الاتفاق النووي. بالتالي طهران تقول الآن إذا ما أرادت واشنطن العودة للاتفاق النووي، لا توجد هناك أي ضرورة ولا حاجة إلى عقد مفاوضات تسبق عودة واشنطن، خاصة وأن هنا في طهران ينظر إلى واشنطن بأنها انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي 2231، هي نقضت كل
المواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، لذلك لا توجد لديهم لدى الإيرانيين أي ثقة بالجانب الغربي عموما والأمريكي تحديدا. نعم، طيب ياسر، على صعيد الشارع وأنت تحدثنا من أحد شوارع طهران، حدثني عن الناس هناك، يعني هل هناك تفاؤل حيال ما سيجري الثلاثاء المقبل؟ كيف ينظر الإيرانيون لمثل هذه المحادثات التي ستحصل، خاصة وأننا جميعنا نعرف بأنه الشارع الإيراني تأثر بشكل كبير من جراء العقوبات الأمريكية الأوروبية، هناك طبقة وسطى ربما تكاد تكون اختفت يعني بإيران، غير موجودة، أصبحنا نتحدث عن طبقات فقيرة للغاية، كيف استقبل الإيرانيون هذه الأخبار؟ يمكن القول بأن هناك ثلاث رؤى في الشارع الإيراني، رؤيتان منها بالتأكيد متأثرتان بالجدل الداخلي ما بين رؤية من ينسجم مع سياسة حكومة روحاني المعتدلة التي تسعى إلى حلحلة الأزمة النووية وعودة العلاقات مع الغرب وإعادة بناء الثقة وجسور التعاون الاقتصادي. هذه الرؤية تعتمد هذه السياسة، وربما تصاعد التفاؤل لديها من خلال هذه، إن كانت المفاوضات أو تبادل الزيارات ما بين طهران والدول الأوروبية. يضاف إلى ذلك حتى أنها ربما ازداد التفاؤل لديهم بعد مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة جو بايدن، من أنها مؤشر إيجابي على إمكانية حلحلة الأزمة النووية، وهذه الرؤية التي تعتمدها سياسة الحكومة الإيرانية. الرؤية التي يعني تتضارب معها أو تتعارض معها مباشرة هي الرؤية القائلة بأن الاقتصاد الإيراني ربما لابد أن لا يتأثر بالعقوبات من الخارج وكل السياسات التي تأتي من الخارج، على أن يكون هناك اقتصاد كما يطلق عليه هنا مقاوم للسياسات الخارجية، وبالتالي يعتمد اعتمادا ذاتيا على الطاقات في الداخل الإيراني وعلى تعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار. يضاف هذه الرؤية، يمكن القول هي الرؤية التي يتبناها التيار الأصولي أكثر، وهي تحديدا ما تحدث به المرشد الإيراني علي خامنئي قبل نحو 10 أيام في مطلع العام الفارسي الجديد. الرؤية الثالثة التي لا تعتني بكل ما يجري سياسيا، إنما أكثر ما يهمها هو جيوبها كما يقول ووضعها الاجتماعي وأزماتها المتفاقمة، وبالتالي في واقع الأمر يعني تحاول أن تبعد السياسة عن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلاد، ولكن ربما هي الأكثر تضررا مما يجري، وبالتالي يعني تسعى أن تكون يوما متفائلة في ظل التصريحات القائلة من هنا وهناك بإمكانية الخروج من مأزق البلاد الاقتصادي. بالطبع كل ما أثر أيضا على الوضع الداخلي هنا هو ربما بالأساس أزمة كورونا، هي ما زادت وفاقمت من أزماته. نعم، إذن مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك على كل هذه